وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة العميد متقاعد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية. سعادة العميد، بداية نرحب بك، هل لك أن توضح لنا خطورة بناء سد النهضة الأثيوبي الذي تدعمه قطر من دون مشاورات مشتركة طبعا على الأمن المائي المصري المتمثل في نهر النيل؟ مساء الخير لحضراتكم وكل التحية لكم وللسادة المشاهدين. يعني بالطبع ليس خافيا على أحد حقيقة من كافة المتابعين أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة لجمهورية مصر العربية، من حيث استخدامات الزراعة والاستخدامات الصناعية والتنموية المختلفة، وأيضا كعنصر رئيسي من إمدادات مياه الشرب. هذا الأمر ربما كما جاء في المقدمة وطرحت حضرتك منذ دقائق له بعدا تاريخيا طويلا. مصر تكاد تكون كما ذكرها المؤرخون هي هبة النيل، تشكلت بسبب هذا النهر العظيم الذي بالفعل هو يغطي كافة احتياجات مصر المائية والزراعية وشريان رئيسي لحياة المواطنين. الحقيقة العبث الأخير الذي نتابعه في مصر وفي خلال العامين أو ثلاثة أعوام الماضية من التحركات القطرية لتعميق الأزمة الموجودة ما بين الجانب المصري من جانب والجانب الأثيوبي الذي قد يكون يعني يدفع في اتجاه وإنشاء بعض من المشروعات التنموية. الآن في اعتقادك سيد عكاشة، يعني ما هي الخيارات المطروحة أمام مصر لمواجهة مشروع بناء سد النهضة الذي يعني يتعمد نظام الدوحة في رعايته استهداف لأمن مصر؟ يعني الحقيقة دعنا نقول أن التدخل القطري في هذا الأمر هو نوع من أنواع الرشاوي السياسية، هو دخل على الجانب الأثيوبي وعرض أن يقوم بتحمل كافة تكاليف بناء السد، وهذه أرقام تقدر بعشرات وربما تصل إلى مئات الملايين من أجل فقط أن يقوم الأثيوبيين بتسريع العمل في البناء قبل أن نصل إلى توافقات سياسية أو فنية خاصة بترتيبات معينة تضمن حصة مياه النيل بالنسبة لمصر ولا تسبب أضرار لدول المرور والمصب، وأقصد بذلك السودان وجمهورية مصر العربية. الخيارات مفتوحة بالطبع أمام الإدارة المصرية والقيادة المصرية، تضع في اعتبارها أنها قد تلجأ في حال تعثر هذه التوافقات إلى القانون الدولي، إلى المحاكم الدولية، إلى شكوى رسمية في مجلس الأمن، خاصة وأن التحركات الأثيوبية بها انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وقانون الإنشاءات على الأنهار أو قانون ضمان سريان الأنهار، بما لا يضر بمصالح الدول المتشاطئة على جانبي هذا النهر، خاصة إن كان يمثل مصدرا رئيسيا للمياه في هذه الدولة. الجميع يعلم أيضا أن هذا السد له أبعادا سياسية بأكثر مما هو له بعد اقتصادي أو تنموي في أثيوبيا. أثيوبيا لا تعاني على الإطلاق من مشكلة مياه المطلق. مسألة توليد الكهرباء من السد، مصر عرضت أن تمد أثيوبيا باحتياجاتها من الكهرباء إن كانت تستخدمها في أعمال الطاقة أو أعمال النمو أو مثل هذه الأمور، ولا زال الأمر متعثرا حتى الآن. نعم، إذا من القاهرة العميد متقاعد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.